انا اسمي خالد محمد النجار، مهندس ميكانيكا من 2004. من ساعه ما اتخرجت وانا بشتغل في شركات كموظف جوه مصر وبره مصر. طول عمري بحب الخشب من وانا صغير، من ايام الاعدادي ومن ايام الثانوي وانا بعمل حاجات بايدي كده، واحنا اصلا كنا تجار اخشاب، فالموضوع بالنسبه لي كان يعني عشق كده من زمان. بعد كده الحياه خدتني بقى طبعا ما بين ثانوي وبعد كده جامعه وبعد كده تخرج وبعد كده الشغل والجواز وكلامنا، فالموضوع عندي هدي خالص يعني. وانا بعد كده شويه لقيت ان انا الموضوع بيناديني تاني، يعني انا عايزين نبدا شغل، عايزين نعمل حاجه بالخشب، فقررت ان انا لا انا ابدا بقى شغل تاني بالخشب. فقلت اعمل فين الكلام ده، فطلعت فوق السطوح. بقيت وانا بشتغل في الورشه بتاعتي فوق انا اكتشفت ان انا ما عادش عايز انزل البيت، ما عادش عايز انزل اشوف شغلي، عايز افضل قاعد مكاني. فبقى عندي عشق جامد جدا للمكان اللي انا قاعد فيه. لحد في يوم من الايام لقيت مراتي بتقول لي انت سمعت عن باشن تو بروفيت؟ فقلت لها لا، فلقيتها مدياني اللينك بتاعهم، فدخلت سمعت الفيديوهات بتاعتهم وشفت الناس. ايه ده، انا لقيت ناس شبهي بالظبط بيفكروا بنفس التفكير بتاعي، ولكن الفرق ان هم خدوا خطوه وخلصوا سيستم ونجحوا وخلصوا وقدروا يتخلصوا من الحياه بتاعه الوظيفه وقدروا ينجحوا يبقى لهم البيزنس الخاص بتاعهم. انا بشوف الفيديوهات دي استغربت جدا، هو ازاي قدر يعني ازاي في ناس خدت الخطوه وحاسين ان انا حاسه ده. انا لقيت نفسي بعيط لوحدي، ما اعرفش عيطت ليه اصلا، بس انا لقيت نفسي بعيط. في الاخر قلت لا خلاص، السيستم ده لازم يتطبق، لازم ادخل، لازم اشوف السيستم ده بيمشي ازاي. ودخلت فعلا السيستم وبدات امشي فيه وفعلا ركزت واشتغلت لحد ما لقيت نفسي في يوم من الايام بقى خلاص يعني ما عدتش قادر اكمل في الشغل اللي انا بشتغله اصلا، عايز اركز في شغل الورشه وشغل الخشب بتاعي. فقد كان جيت في مرحله قررت ان اسيب شغلي واكمل في الباشون بتاعتي واكمل في الطريق بتاعي. فبدات بقى فوق سطوح اعمل حاجات وبرودكتس، وبدات يجي لي كاستمرز على البيج بتاعتي. فالحاجات دي بدات اعملها بايدي، بدات انزل ورش، بقى عندي ورش بره بتتعامل معايا بتنفذ لي الشغل اللي انا عايزه. واحده واحده لقيت في كاستمرز بيطلب مني حاجات، فقررت ان انا افتح بقى ورشتي الخاصه. شفت واحد صاحبي كان برده عنده نفس الفكر ده، عايز يعمل نفس الكلام، فدخلنا شركه مع بعض وجبنا المكان اللي احنا فيه. نقلت العده اللي انا بقالي سنين بحوش فيها والحاجات دي كلها نقلتها في الورشه، وبالفعل بقى عندي كيان اقدر اطلع منه بيزنس خاص بيا بتاعي انا شخصي. ناس كتيره بعتت لي على بيج بتقول لي هو انت ازاي قدرت تتحول من الكوربريت للعمل الحر؟ فانا اجابتي كانت ان انا مفيش اكتر من توكلت على ربنا سبحانه وتعالى، اخدت خطوات واشتركت في السيستم بتاع الباشن تو بروفيت سيستم. السيستم ده حطيني مع ناس كلهم شبهي، كوميونتي كله عايز ينجح، كله عايز يتحرك، كله بيشجع بعضه. الكوميونتي ده ساعدني جدا ان انا اخد خطوه لقدام، كل لما اجي اكسل الاقي حد بيزق. فلو انت عايز تنجح وعايز تاخد خطوه لقدام وتكون في مكان غير اللي انت قاعد فيه دلوقتي، لازم تدور على كوميونتي فعلا يساعدك ويشجعك انك تاخد خطوه لقدام، وان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقك وهتلاقي نفسك في مكان تاني احسن بكتير من اللي انت قاعد فيه دلوقتي.